تاكم تبون متان به ربيع وخضار به روت تخريم والعج وتاكم تبون متان به طعوس هذا بمرق الخرار بس تراه زحمه وبوه متان ما يدلونها الناس جهة الغطغط يا ابوي اخلص علينا ايش قاعد تقول انت خرخر وغطغط اهدى من كذا نركب السياره ونلفلف نشوف اي تراب نقعد فيه هذا هو البر يا اخي ما نبي شيء بعيد نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقه النوم جعل بطن العدو يشق حنا قصدنا 8 الليل اما عاد 8 الليل يا عيال سلامات يا اختي رايحه عرس انتي وين عندك ذا التعب والتجهيز تبينا نكشف في الليل حالات البر في الصبح اقول فاضي انت قوم صباح الله خير لا والله حالات الويكند نوم فاضيين ذولي والله لحظة انتوا ايش قاعدين تسوون اجتماع تحديد مكان الكشتة لا 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 خلاص انا حجزت مكان كشتة مره حلو كشتوا فيه بنات خالتي السنه اللي فاتت المهم ابرسل لكم اللوكيشن وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس يا ابوي كشتين بالدايري ذولي يلا بنات 3 2 1 تشيز احنا وين في الكشتة والجو يفور سلامات يا ابوي جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين مالك دخل هذا مكاننا اذا مو عاجبك لا تقعد بعدين وش ذا اللمبات عرس عايدة سوي تنكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطة بعدين ما لومك ما تعودت على الترتيب والاجواء اقول يا ابو حمود ما ودك تكمل نبلات الله يحييك كون عنا بس بكوني اجلس اجلس يا ولد الهاص يلا بنات صوره صوره لا 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 مو حلوه مو حلوه اصبروا نفس جو الاستراحة ما في أي فرق بس هناك بيننا وبينهم جدر هنا سيارة ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة أقول سمعنا شيء يا صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة ها والديب شاهي خفيف ومخدر بذتنكة واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا تمشي وتدق رقبا يا الله وش الأغنية القديمة ذي من وين جبتها هذه من مسرحية المهابيل اوه ذكرتها اللي فيها خالد سامي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه تبين قهوة؟ لا مستحيل ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل أخاف يسهرني يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت شاكوش يصك راس العدو يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي عادي خلاص اشربيها ولا عطيها واحدة من البنات تشربها أنا بطلب هوت شوكلت من كيان ملاك؟ نسيت التوصيلة وشلون بنشغل الشوايه الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية يعني التوصيلة تجي قبل الشواية شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة لا 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 خلاص ما له داعي اليوم بنشوي على الفحم أوه نسيت الولاعة يا ربي هذه اللي بتجنني سلامات يا مي زهايمر معليش وشو لا جاية معنا دامك ناسك اللي موصينك عليه يا بنت الحلال خلاص روقي طالعين ننبسط الحين بطلب ولاعة بس هذا اللي فالحة فيه بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب مرمانة عليكم وعلى اللي يطلع معكم ها ها خير انت وياه عندك فاهم يا لبا اقول اذلف لاصك قبل التلمس الحين بديت المعصبين انا تبون لفة اكا اكا في الدكة عمد اخوانا معهم تعال يا
شكراً. أسبوعين تجهيزات وأخرات أغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته. أوكي يا الرحالة يا طير البار، ذبيت خلصت؟ الحين وش تبي أنت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وأنتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. إي والله هذا الاقتراح الزين، لأنكم واضح أنكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت؟ إيه. يا بطني والله يعني معذور صراحة، شارب لك قهوة واكل لك فطاير وعصير وفصفص وجح، خلاص سمن ذا ما هو بمعدة. يا عيال من اليوم ورايح ما حاك شوت إلا مع بنات، شوف العيشة كيف في قلبك، مو زي كشتتنا رز محروق وفيه تراب. عقب هالشبعة تجي أحلى نوم. أبلش يا عيال اللي فيه ذاك وش اسمه وين يسويه؟ المشكلة الحين حنا في وسط الشارع وحوالينا كلها بيوت. دبر نفسك يا بوي. قريبة عامر ما قال لنا بيكشف اليوم؟ اي والله، والغريب اكثر ان ملابسه نظيفة وماشي بريحة حطب. طيب إذا مالي خاطر خذ بخاطر طيبتي سلامات يشبكم. عشان هذي خف سانة، الحمد لله والشكر، أنا الحين كنت عقرب ولا داب أدرى خف سانة. ما تخوف فاتت. مطلة على البحر. ألو، ها وينك بالحلال؟ أخلص تعال، لو جاي مشي أنا جيت أسرع منك. أسمع، زي ما تفهمت أنا وياك تجي تصف جنبنا بالضبط. ايه جبت عدد سياكل يكفي؟ طيب اسمع جيب سكوتر، يمكن ما يعرفون يسوقون سياكل هذولي. يلا خلاص طس يا ابن الحلال. يلا خلاص يا بنت الحلال، تقطع جلدك من كثر ما تفركين ذا اليد. والله يا بنات لو انكم مكاني اللي تسوون اكثر. يا ما كل ما تخيل هذا الموقف من هلمستني والله تجيني قشعريرة. صبي. من زمان ودي أجرب، إيش رأيكم بنات؟ يلا 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 مشينا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكم الأجار؟ النص ساعة بمية. لا 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 وش اللي النص ساعة بمية صاحة أنت وجهك؟ هذولي جيراننا أصدقائنا يعزون علينا. أقل من كذا خسارة. أسمع بس مني، إيش فيك أنت؟ كل واحدة عطها الساعة 180 ريال. يلا. لا يا ابوي ما بحق شيلها وحطتها ودورتها في الشوارع. الحلال مشي عشان خاطري. إذا مو عشان شيء ترى عشان خاطرك. يا الله يا تركي قاعد تحرجنا مرة. شكرا. شكرا لكم أنتم. أنت من وين جاي؟ من الكشتة. وين رايح؟ راجع للكشتة. وضارب من كل ذا المشوار؟ الكشتة قريبة قطع الشارع.
عجيب والله. كشتة بنات. وشو؟ بنين. بمبان بمبان. كشتتنا بمبان. تعرفها يبا. كلنا كاشتين بمبان. هاي عامر. بطاقية. خلصت الكشتة. إيه خلصت. رح بيتكم. حمام حمام حمام. حمام. أوه حمام حمام. بمبان. إذا سألك أبوي قل له كاشتين بمبان.